في اليوم الثالث لاختبارات الثانوية العامة 2022 في فلسطين، تقدم طلاب الفرع العلمي لاختبار الفيزياء، فيما تقدم طلاب الفرعين الشرعي والأدبي لاختبار التاريخ. سند تستطلع معكم آراء الطلاب حول الاختبار، فابقوا معنا. أنا الحمد لله براء الفروقات، مش صعب كثير، يعني شوي بده حل زيادة عن اللزوم، بده وقت شوي صغير كمان. امتحان كثير صعب، بده وقت، ما في سؤال ولا سؤال مباشر، ولا نتوفة ولا سؤال مباشر، صعب جدا، لا يراعي الفروق. ولا إشي من الكتاب، ولا إشي من الكتاب، أنا ختم حفظت أسئلة الكتاب حفظ، قلت فلكي صدقوا هالمرة وجابوا لنا إشي من الكتاب، حتى الله ما جابوا إشي من الكتاب. والضعدائرة صعبين، وحتى الحفظ سخمونا في تسخن بدل ما يسهلوا علينا نجمع علامات هيك لله والوطن، سخمونا في تسخن. يعني وسط، مش سهل كثير ولا صعب، شوي لعبوا بضع دائرة بس باقي الامتحان كان منيح. هاي المرة لا، يعني كانوا متسهلين معنا، بس كان كله ضمن المنهج، بس أكيد يعني مش هيجي نسخ لصق، يعني في شوية تفكير وهيك يعني، بس كان كل الأفكار ضمن المنهج ومخدينها. هم مددوا لنا وقت، كان الوقت يعني منيح، بس الامتحان هو نفسه صعب، في الأسئلة أفكارها يعني هيك، في الامتحان نفسه صعب يعني. يعني في منهم الكتاب في أسئلة الأفكار تاعتها يعني حلوة، يعني معقولة شوية، في أفكار ويعني مش بسيط، من متوسط لصعب يعتبر. الأسئلة كانت غير مباشرة، الضع دائرة كان دقيق، الاختياري كان نفس المستوى، يعني كان صعب إلى حد ما، كان جمالا كله غير مباشر، كله بده لف ودوران. الأمانة كان السؤال الأول طبعا أخطر من متعدد، كان دقيق جدا كثير كثير، ويعني ما براعي الفروق بين الطلاب. يعني الامتحان نص نص، مش سهل كثير ومش صعب، مستوى متوسط يعني مقدور عليه، الحمد لله تمام. كان سهل يعني مش كثير صعب، بس في أسئلة فيها انه لف ودوران يعني، وخاصة انه بالأسئلة الاختيارية. الامتحان اليوم يعني بين الصعب وبين السهل، يعني متوسط. احنا كنا خايفين من التاريخ انه كان يجي صعب، بس الحمد لله ربنا وفقنا ودرسنا، وجه الحمد لله مش لو صعب لو اسمه سهل، اجا متوسط. لكن بده تفكير، للشباب اللي درست وتعبت بتلاقيه هذا كله، ويعني كل اسئله الاختبار برضه كان فيها شويه تركات صغيره. الامتحان ما كان شوي هو طويل، في بعض المصطلحات التركات، في كان سؤال ما كانش متوقع اصلا انه يجي، كان تقريبا عليه 5 علامات، هو تقريبا كان الترك الوحيد في الامتحان. الحمد لله كان الاختبار منيح، وكان يعني في اسئله شويه متوسطه، ما كانش يعني كله سهل او كله صعب. يعني ما توقعتش بالاخر كل تعب ال10 شهور هذا يروح هيك على الفاضي، بس امتحان واحد هيك ضيعنا. جابوا لنا امتحان العربي سهل، بدهم ينتقموا فينا بالتاريخ مثلا.